أحمد الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه كما جمعنا في هذا المكان أجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله นะครับ ชื่อก็ ได้ ขอ ชื่อก็ ต่อ อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่ พระองค์ ทรง ให้ พวก เรา นั้น ได้ รวม ตัว กัน และ ก็ ขอ อัลเลาะห์ ตั้ง เวลา นั้น ให้ พระองค์ ได้ รวม ตัว กับ พวก รวม ตัว พวก เรา นั้น อยู่ ท่าน นบี ใน ชั้น สวรรค์ ชั้น ฟิรดาวส لا نريد جوال ولا ورقة ولا قلم اترك كل شيء نعم ولا كلام نعم แล้วเชฟก็ขออนุญาตนะครับให้อาสาทุกท่านได้เก็บโทรศัพท์ไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับฟังในคำเสียของท่านนะครับตายอาวลันซานะตะกัลลัมอันอัลลุฆอัลอาหรับียะอย่างแรกท่านก็ขอพูดในเรื่องของการให้ความสำคัญของภาษาอาหรับนะครับมาฮุกุมตะอัลลุมอัลลุฆอัลอาหรับียะเราจะศึกษาภาษาอาหรับอย่างไรครับอานะอัสอัลกุมอันตุอาซาติดะحكم تعلم اللغة العربية. حكم وكان. يريد يجيبوني هم. شو؟ نعم. كابوم ديال خاد. نعم. قام دم مجا أجان. نعم. تطب تان. نعم. داي تو. نعم. كم تام. شيك. نعم. مكى تي داي. بود تين. نعم. نعم. كان. سكسا. يعني. نعم. 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 واجب؟ لا. منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب نعم ครับผมก็ในเรื่องนี้มันก็จะอยู่ในหุกกลมบัญญัติที่ถูกบังคับใช้และก็มันจะอยู่ในเรื่องของประเด็นที่ว่าส่งเสริมให้เราได้ศึกษา لو كان واجب معنى هذا هم واقعين في الحرام صح ولا لو كان كل واجب صحيح ซึ่งถ้าหากว่ามันเราพูดว่ามันอยู่ในหุกกลมของวาจิบก็เท่ากับว่าหมายความว่ามันจะต้องบังคับทุกคนที่จะต้องศึกษามันอัลอานอัชชัยคฮาซายูริดุศอลลีฟะลาซิมยะกูลอัลลอฮุอักบัรฮาซาลุฆอะอาระบียะวะยะกูลอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนอัรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลุฆอะอาระบียะอัลฟาติฮะซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลهذا كل أذكار الصلاة لغة عربية نعم ดังนั้นยกตัวอย่างก็คือถ้าหากว่าคนคนหนึ่งต้องการละหมาดนะครับเขาก็กล่าวตักบีรุลตักบีรุลกล่าวสิ่งต่างๆที่กล่าวในละหมาดนะครับ إذن عندنا تعلم لغة عربية منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب طيب ก็ฉะนั้นนะครับก็คือสิ่งที่เรากล่าวในละหมาดมันก็จะเป็นที่จะต้องมีการศึกษาที่จะต้องเรียนนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่เราจะต้องพูดว่าก็คือส่งเสริมให้เราได้ศึกษามันทายบ์ الذي لا يعرف اللغة العربية ممكن يكون عالم في الشريعة يعني สำหรับคนที่เขานั้นไม่รู้ภาษาจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นนักวิชาการในด้านศาสนาหรือเปล่านะอัมอาลาจะถูกเรียกได้หรือเปล่าครับฮะนะอัมอาลาอันอายุلا هناك يقول نعم كيف لا لماذا لا لأن الذي لا يعرف اللغة العربية هو مثل الأعمى ฉะนั้นคนที่เขานั้นไม่รู้ภาษาอาหรับก็เปรียบเสมือนว่าเขาเป็นคนที่ตาบอด وهذا مثال أنا وهذا الشيخ أنا الآن أقول حرام هو ممكن يترجم ويقول حلال وأنت لا تدري لأن هذا يقودك مثل ما يقود الأعمى صح أو لا إذن الذي لا يعرف اللغة العربية هو في الشريعة أعمى نعم شنان คนที่เขานั้นไม่รู้ภาษาอาหรับเขาก็เปรียบเสมือนว่าถ้าว่าเปรียบเสมือนว่าเชฟพูดในเรื่องที่ฮาลาลแล้วคนที่ไปก็ไปว่าเขาลาฮะดีตะกัลลัมقل لهم يفترقوا عن بعض كل قليل هذا يفترقوا عن بعض لا أحد يتكلم تعال تعال كذا قليل لا أحد يتكلم ممنوع كلام فالذي لا يعرف اللغة العربية هذا مثل الأعمى
المترجم يترجم على ما يريد. أنا أقول حلال هو يقول حرام، أنا أقول يمين هو ممكن يقول يسار، صحيح؟ أكثر ما من أكثر الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع الترجمة، الترجمة الغير موثوقة. نعم. فلذلك طيب كيف نتعلم اللغة العربية؟ الآن عرفنا أهمية اللغة، صح؟ كيف نتعلم اللغة؟ أو قبل، هل تعلم اللغة العربية صعب أو سهل؟ الشيخ هنا يقول صعب. ها ايش تقول انتم؟ سهل او صعب؟ ها ايش تقول انت الشيخ؟ صعب. تمام. اللغة العربية إذا تتعلم من أجل أن تفقه في دين الله، من يعينك على هذا؟ من الذي يعينك؟ من الذي يعينك على تعلم الدين؟ من؟ الله. ها؟ سبحان الله. وأنتم هنا تتعلم اللغة الإنجليزية ولا تقول صعب، لماذا؟ الشيطان. إذا تعلم اللغة العربية يعين عليه الله سبحانه وتعالى، وأنت تقول صعب، وتعلم اللغة الإنجليزية عندكم تقول سهل، كيف؟ إذا معنى هذا الشيطان يلبس عليك وقل تعلم اللغة العربية صعب. نعم. هل يوجد في تايلاند من تعلم اللغة العربية دون أن يسافر أو لا يوجد؟ يوجد هنا بعض الطلاب درسوا اللغة العربية وتعلموا وكانت اللغة العربية عليهم سهلة، صح أو لا؟ نعم. كيف؟ لأنه هو يريد يتعلم، اجتهد. نعم. كيف نتعلم اللغة العربية؟ هذا المهم الآن، تريد تطبق أو لا؟ ها قل لهم يريد يطبقوا إن شاء الله، ليس بالكلام لابد بالعمل. نعم. تستطيع تطبقوا عندكم هنا في المعهد أو في المدرسة؟ يلا قول. سهل جدا، أسهل ما يكون. كيف نصنع؟ نعم. أول شيء، أعطيني هذه حقيبة. كتاب؟ ما يوجد عندك كتاب؟ في داخل يوجد كتاب؟ افتح افتح. كتاب لا يوجد في الداخل؟ ما يوجد كتاب عندكم؟ لا لا لا، أنا أريد كتاب. ما يوجد كتاب؟ أعطيني هذا كتاب، هذا كتاب، هذاك هذاك من عند الشيخ. نعم. أيوة نعم. شوف معي دعما. تمام. أول شيء هنا الحواس، لابد أن تجعل الحواس كلها تعمل معك في تعلم اللغة العربية، كل الحواس. كيف؟ يلا اترك كتاب الآن، تجعل حواسك كلها تتعلم معك اللغة العربية. أولا كيف؟ عندنا حاسة النظر، لا تنظر إلا للغة العربية،
لا تنظر للغة التايلندية الإنجليزية. شوف الآن هذه الصفحة فيها عربي تايلندي إنجليزي مثلا. أنت أول شوف الآن عندما أقول الشيخ انظر، هو لا ينظر للعربي، ينظر مباشرة للتايلندي. أنا عندما أنظر ما أنظر تايلندي ولا إنجليزي، أنظر للعربي. إذن أول شيء هذا عينيك، لا تجعل عينيك تنظر ولا تقرأ إلا العربي فقط. لوحات في الفصول عربي فقط، يعني أنا رأيت هنا عندكم المدرسة عربي تايلندي، هذا لا يصلح، لأنه هذا مباشرة عندما يخرج لا ينظر للعربي، ينظر إلى هذا مشكلة. إذا لابد أن نجعل النظر في البيت، في الغرفة، في السيارة، في المدرسة، في كل مكان تضع اللوحات، الحروف، الأرقام، حتى عينك هذه تعتاد على اللغة العربية. هذا أول شيء، أول حاسة. تمام. สิ่งที่ยากนะครับก็คือคนที่ว่าศึกษาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเวลาเห็นป้ายเวลาเห็นคำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะไปมองถึงความหมายว่าคำภาษาไทยก่อนที่จะไปมองภาษาอังกฤษเพื่อที่จะนำคำศัพท์เหล่านี้ในการใช้ชีวิตของเขาก็คือจะต้องเพ่งเล็งมองอยู่แต่ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้มันได้มาอันที่สองครับ هو قراءة هذا نظر عربي استماع. هنا لا تسمع إلا العربي، يعني هذا قل لي أي كلمة بالتايلندي كيف الحال؟ كن سباقي الميكروفون كيف حالك؟ أنا كن سباقي معي أقول أنا ما أسمع، يعني أنت لو هذا يحدثك بالتايلندي يقول أنا ما أفهم، حدثني بالعربي، حدثني بالعربي. كيف حالك؟ الحمد لله. نعم، لا تسمع إلا العربي. تكثر من السماع. هنا لا تفتح إلا عربي. أذنك هذه لا يدخل فيها إلا اللغة العربية. نعم، وممكن هذا في البيت يقول لزوجتي، يقول لو تتكلمي معي بالتايلندي أنا لا أسمع لا أفهم، أريد أسمع العربية. شهر يتعب ثم ترتاح. لو في المدرسة هنا تجرب ممكن فصل لغة عربية بإذن الله تنجح، لأنه يعينكم الله سبحانه وتعالى. نعم. แม้กระทั่งว่าเรากลับบ้านไปคุยกับคนที่บ้านเราก็ต้องตั้งใจพูดหรือว่าฟังกันในเรื่องที่มันเป็นภาษาธรรม نعم بعد خلاص 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 بعد هذا ايش بقي حدث هذه يدك لا تجعلها تكتب إلا بماذا؟ هنا طيب نعم عندك لا أنت لا لا أنت أهم مني نعم هذه يدك لا تجعلها تكتب إلا بالعربي حتى هنا هذا تليفون اللغة لازم لغة عربية لماذا؟ لأنه هنا يفتح الآن يجد تايلندي لا تغير لغة الهاتف تنظر عربي تكتب عربي تكتب هنا بالعربي دائما لازم في اليوم تصنع أنت لوحات وتكتب عليها مفهوم يا أخي؟ تليفون أهم شيء تغير اللغة نعم نعم والله هذا ليس لعب هذا إذا تريد تتعلم. ประการที่สามก็คือการเขียนนะครับก็คือการที่เราจะต้องเขียนอยู่เป็นประจำนะครับแม้กระทั่งว่าโทรศัพท์ของเราก็ต้องเปลี่ยน
เป็นภาษาอาหรับนะครับทั้งหมดเลยนะครับในการพิมพ์ของเราในการเสิร์ชหาข้อมูลของเราก็ตามแต่ก็เราต้องใช้เป็นภาษาอาหรับให้หมดไปเลยนะฮ์นูأي إنسان يريد يتعلم لغة إنجليزية يقول لازم تسافر إلى بلد يتكلم باللغة الإنجليزية. ماذا تصنع؟ قال تعيش مع عائلة. لماذا؟ تدرس في الصباح تطبق في المساء، لا تتكلم إلا بالإنجليزية. هو يشرح لك الكلمة بالإنجليزية، يشرحها بالإنجليزية، لا يشرحها بالعربي. يعني مثلا كلمة تعال، هو لا يشرحها لك باللغة العربية، يشرح تعال باللغة الإنجليزية. تمام. เมื่อเราต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องเดินทางไปอย่างประเทศที่ว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับเราก็จะศึกษาแล้วก็เรียนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้การสอนเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้แปลเป็นภาษาอื่นใดเลยนอกจากเขาก็แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกมาดาบักอีก تمام جزاك الله خير. يقول الكلام لا أتكلم إلا باللغة العربية. شوف الآن أنا أقول لهذا أعطيه قلم شكرا بالتالندي أقول له كابون خطأ كيف أنت مسلم وتقول كابون؟ إيش كابون هذا؟ لازم تقول جزاك الله خيرا، صح أو لا؟ هكذا علمنا الشريعة. كيف مسلم وتقول له كابون؟ كابون صحيح؟ كابكون خطأ. قل له جزاك الله خير، هذا مسلم، صح أو لا؟ وتقول له صباح الخير. كيف تقول صباح الخير؟ يقول السلام عليكم. إذا عندنا كلمات يسيرة، حتى هذه الكلمات اليسيرة كثير منكم لا يتكلم بها. جزاك الله خير ما يقول جزاك الله خير وإياك. شوف ما شاء الله، قليل قليل سنتكلم بالعربي إن شاء الله. نعم. แม้ว่าประโยคเพียงเล็กน้อยเราก็พยายยามที่จะฝึกพูดภาษาอาหรับโดยการที่ว่าถึงแม้ว่าเป็นประโยคสั้นๆเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องพูดนะครับอย่างเช่นการขอบคุณโดยที่เราจะต้องใช้เรื่องที่ท่านนบีส่งเสริมให้เราพูดก็คือคำว่าญะซากัลลอฮุ ขอยรอนหรือว่าอัสสลามุอะลัยกุมในการทักทายนะอัมอิซันอินดะนะกะลิมาตยะซีเราะห์ไฮลานะตะกัลลัมอิซันกีฟซะนะตะอัลลัมลุกะอะรับิยะฉะนั้น إذا هذا لسانك لا تجعل تكلم إلا بالعربي. غيره إيش بقي؟ حواز. لا تعرف حواز يا أستاذ؟ إيش بقي؟ بقي هذا. الذوق. هذا الآن ينتقي كلمات جميلة، كلمات منسقة مرتبة، حتى أنت عندما تسمع اللغة التايلندية تسمع لغة تايلندية جميلة، صح أو لا؟ في بعض الناس يتكلم تايلندي وأنت لا تحب تسمع له، تقول هذا ترضاه يتكلم جيد، وبعض الناس يتكلم تسمع الكلام تستلذ بالكلام، صح؟ في التايلندي أنا أتكلم بالعربي، صح؟ هناك بعض الخطباء يتكلم بالتايلندي تقول هذا والله لا يصلح أن يكون خطيب، وبعض الناس يتكلم أنت تقول هذا فصيح بالتايلندي، صح؟ لأن إيش؟ تتذوق إيش؟ كلام، تذوق الكلام. نعم. هاي كيف تترجم هذا؟ صعبة، هذا هو صعب، لكن اللغة العربية لغة جميلة. لو تتذوق اللغة تتكلم بكلام جميل. فهذا الشيخ يقول أهلا وسهلا ومرحبا،
حللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. هو يستلذ باللغة العربية، يحب اللغة وينتقي الكلام الجميل. فهمت الشيخ؟ أنا تضحك، أنا فهمت. نعم تمام. ومنه الشعر. شعر، لا يوجد شعر تايلندي؟ يوجد. يوجد. إذا لماذا تحب الشعر التايلندي ولا تحب الشعر العربي؟ نعم، فتذوق الشعر هذا يجعلك تحب اللغة. لازم تحب اللغة العربية، إذا أحببتها خلاص الحمد لله. نعم. ومن العجب يكون مدرس لغة عربية وهو لا يعرف اللغة العربية عندكم. نعم، عجيب هذا، صحيح أو لا؟ نعم، هو مدرس لغة عربية ولا يعرف اللغة العربية. نعم. تمام يا أخوانا، إذا تعلمت اللغة العربية انفتح معك كل العلوم، تستطيع تقرأ أي كتاب، صح؟ تستطيع تقرأ صحيح البخاري، تستطيع تقرأ صحيح مسلم، تستطيع تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تستطيع تقرأ كل شيء. هذا لا يلعب عليك، لا يقودك، لا تكون أعمى. نعم. نعم. يكفي؟ ليتنا ولدنا عربيا شيخ. لا لا، هذا ليس صحيح. يقول أنت لأنك أنت عربي تقول هذا الكلام، وأنا لأني لست بعربي تقول لي هذا الكلام، هذا لا ليس صحيح. لأن نحن نعيش ونتكلم بيننا ونتفاهم. لا ليس، هذا الكلام ليس صحيح، هذا اعتراض مردود. نعم. هذا اعتراض مردود، أنا لا نقبل هذا كلام من شيخ، هذا شيخ على رأسنا، لا نكل الكلام لا نقبل. من هو أفضل عالم في اللغة العربية؟ من؟ أو من أفضل العلماء في اللغة العربية؟ من؟ من؟ سيبويه، ليس عربي اسمه، هذا ليس عربي سيبويه، وهو من أعلم أو من أفضل العلماء في اللغة العربية. ليس، ما قال أنا ما ولدت عربي، صح، ولكن فاق العرب، تقدم على العرب، هذا ليس مقبول. نعم. أكبر قاموس عندنا في اللغة العربية لمن؟ أكبر قاموس في اللغة العربية لمن؟ فيروز أبادي. فيروز أبادي ليس عربي، ما قال أنا ليتني ولدت عربيا. طيب شيخ أصبر، واحدة واحدة، نمشي أصبر أصبر. عندي سؤال. لا يأتيك يأتيك، أصبر، ما انتهينا لسه. نعم. ماذا تقول جيد الله صلى الله عليه وسلم هو عربي؟ أنا أقول واحدة واحدة. نعم تعال، بسم الله. نعم. لا لا لا، فيروز أبادي أكبر قاموس. جلن كنتي أبادي. أبادي. نعم. الصح كتاب عندنا بعد كتاب الله بخاري. بخاري ليس عربي.
มีความถูกต้องมากที่สุดนะครับหลังจากอัลกุรอานแล้วก็คือถูกยอมรับก็คือหนังสือซอฮีห์บุคอรีเขาก็ไม่ใช่คนอ่านลาฟัฎละบัยนอารบีวะฆอยรอารบีอิลลามีซานอิชอารบีฆอยรอารบีลาอัลฟัรกัตตะฟาซุลบิอิชบิตตักวาอินอักรอมกุมอินดัลลอฮิอัตกาคุมตูรีดญันนะห์อัมชีكما مشى العلماء كما مشى البخاري مثلا نعم لان จะไม่มีความแตกต่างเลยนะครับสําหรับคนที่เป็นชาวอาหรับกับคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับเองนะครับแต่ว่าความแตกต่างนั้นก็คือการย้ำเกรงต่อพระองค์ของตลาดนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ส่วนสวรรค์ของเราด้วยความย้ำเกรงต่อพระองค์ครับท่านรู้จักอัลอัลบานีรู้จักท่านเชคอัลบานีหรือเปล่าครับท่านรู้อัลอัลบานีมินอัลบานียะแกก็เป็นคนประเทศอัลบาเนียอัลบาเนียมันดولة อัลบาเนียนะม هو อัลบาเนีย لكن أصبح محدث يتكلم لغة عربية فصحى يصحح للعرب นะมแกก็อัลบาเนียก็ประเทศที่อยู่ในส่วนยุโรปใช่ไหมครับก็แกก็เป็นผู้ที่เก่งในภาษาอาหรับبسم الله الآن نقبل يلا يا شيخ لغة كل مسلم ما هي ما هي لغة كل مسلم ها اسألهم بس أنا يجي مسلم شايف اللغة العربية ليست لغتي أنا لغتك لغة كل مسلم لغتك أنت لغتك أنت لغتكم أنتم نعم صح ولا لغة تايلندية ليست لغتك لغتك مسلم هي اللغة العربية نعم أن كي قال พูดถึงว่าภาษาของคนมุสลิมนะครับคือภาษาอะไรก็คือภาษาอาหรับ وهذا أفضل مني لماذا لأنه يعرف لغة عربية يعرف لغة تايلاندية أنا لا أعرف لغة تايلاندية إذا يستطيع يدعو باللغة التايلاندية نعم وهذا يترجم يعرف عربية تايلاندية أفضل مني نعم فأنتم الآن ما شاء الله تجمع بين لغتين أو ثلاث لغات هذه نعمة نعم يعني เราก็แสดงว่าเราก็กลายเป็นคนที่ประเสริฐยิ่งไปกว่าเชคแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้ทั้งภาษาอาหรับรู้ทั้งภาษาไทยนะครับแล้วก็อื่นๆอีก طيب خلاص نكتفي ها وقت اجتماع كم لا دقيقة ربع كم دقيقة باقي ربع ساعة لا انتهينا كما شاء طيب ربع ساعة أيضا 15 دقيقة طيب لا حول ولا قوة خل بالله هذول يا تفرق عن بعض كلهم يا هذا واحد منهم تقدم هنا أحسن خليه يتفرق قدام يغير مكان أيوة أوكي نعم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أنا أريد عندكم سؤال إشكال أي إشكالات مثل الشيخ يا أخواننا هذا الشيخ الآن صادق إذا أشكل عليه شيء يقول لا أنت عربي لازم هكذا تسأل ما في مشكلة الإشكال أنك لا تسأل صح نعم في إشكال في الدراسة في إشكال في التدريس إشكال مع الطلاب أعطونا بسم الله نعم نعم أوهي هو الشم مثل الذوق يعني في اللغة إنه يشم راحة اللغة العربية وحبها نعم غيره خلاص ها غيره في سؤال سؤال نعم عندنا طلاب ايوه متفوقين ايوه وضعفاء نعم وضعيف وكسالى وغير نشيط تمام ومتفوقين الحمد لله دائما يحصل على درجات طيب متميزين نعم اما كسالى ماذا ندربهم من السبب؟ من السبب في أن هؤلاء الكسالى كسالى؟ أنتم
نعم 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 أنتم مدرس هو السبب في نجاح الطالب أو رسوب الطالب. نعم ممكن تكون نسبة بسيطة هؤلاء، لكن نصف ونصف إذا معنى في خلل في التدريس. نعم هذا صدق. أي نعم. نريد نتكلم بالصدق بالصدق صراحة نتكلم. نعم أنت عندما تدخل الفصل، هذا أستاذ عندما يدخل الفصل نعم يهتم بمن؟ يهتم بالأذكياء المتفوقين ولا يهتم بالكسالة. الكسالة يزيد كسل على كسلهم، صح أو لا؟ المفروض أول ما تدخل الفصل تهتم بالكسالة، تجعلهم يتقدموا مثلا هدية مكافأة أحسن طالب تجيب كذا، تهتم بهذا، تبحث عن المشاكل التي لديه تحلها. نعم وهذه التجارب كثيرة وقعت. مخترع كهرباء يا رجل طردوه من المدرسة، تعرف مخترع الكهرباء هذا؟ هذا مطرود من المدرسة كان فاشل. نعم تعرف حديث المسيء في صلاته أو لا تعرفه؟ حديث المسيء في صلاته، رجل كان يصلي بسرعة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لا يعرف يصلي. تعرف الحديث؟ وتعرف حديث الذي تكلم في الصلاة؟ في الصلاة قال لرجل عطس قال له يرحمك الله في الصلاة، تعرف هذا حديث؟ في صحيح مسلم. نعم أخطأ، تكلم في الصلاة ماذا قال؟ نعم تمام. الله يفتح قلبك إلى الجنة يا رب. تمام يقول عيني مغلقة لكن قلبي مفتوح. تمام. إذن هذا الرجل تكلم في الصلاة، بعد الصلاة عندما تكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم بأدب أصبح طالب علم، سأل عن الكهانة، سأل عن كذا. سبحان الله المعلم هو سبب في نجاح الطالب أو فشل الطالب. نعم الطالب قال للأستاذ، قال يا أستاذ ممكن تعيد لي هذه المسألة مرة واحد أنا لم أفهم. صدق صادق الطالب قال يا أستاذ تعيد لي مرة واحدة. نعم الشيخ الأستاذ قال لا أنا لا أعيد مرة، أعيد 20 مرة، المهم تفهم. 20 يقول لو أستطيع، يقول أفتح دماغك وأفرغ العلم أفرغ، والله هذا الحرص
على تبليغ العلم. فهمت يا أخي؟ ليس فقط أنا أدخل لا 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 أخرج. هذا ليس هذا مدرس هذا. فقط أنا عندي ناجح. فلازم أنت ترفع مستوى الطلاب، نجاح الطلاب وفشل الطلاب يرجع إليك أنت. إذا نجح الطلاب أنت مدرس ناجح، إذا فشل الطلاب أنت لست فاشل، المفروض تفصل من المدرسة. والله لست بمدرس. نعم معلش هذا نعم. هو هذا هو السبب. نعم จิตประสงค์และเป้าหมายสำคัญนะครับของการสอนนะครับนักเรียนก็คือเราจะต้องใส่ใจแม้กระทั่งว่าเขาถึงแม้ว่าเขาจะถามอยู่บ่อยครั้งในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจนะครับเราก็ต้องบอกเขาว่าเราจะต้องการที่จะสอนให้เขาเข้าใจจนได้นะครับเพื่อที่จะใส่ความรู้ให้เขาเข้าใจแล้วก็มีความสำเร็จ كلكم أنتم الآن لن تنسى كل واحد منكم لن ينسى مدرس مر عليه في حياته كان حريصا على نجاحه، صح أو لا؟ لن تنسى كل واحد منكم لن ينسى مدرسا مر عليه في حياته وكان حريصا على تعليمه، صح أو لا؟ إذا لماذا لا تكون أنت هذا المدرس؟ صح؟ نعم أنت ستدرس ستدرس صح أو لا؟ ستأتي المدرسة ستأتي المدرسة تدرس ستدرس صح أو لا؟ كل يوم ستدرس صح؟ إلا يوم الإجازة. لماذا لا تجعل هذا الدرس درس؟ لماذا لا تجتهد في الحصة؟ لماذا تدخل وأنت كسول أو تنظر أو تنظر في الهاتف أو لا تهتم بالدرس أو لا تحضر تأتي للحصة تقول إيش الدرس؟ إيش الدرس؟ أنت تسأل إيش الدرس؟ المفروض أنت تعرف مدرس تقول نعم نعم الدرس اليوم الله اقرأ اقرأ يا ولد. إيش هذا؟ هذا مدرس؟ هذا طالب لا يصلح طالب. นะงั้นผู้สอนนะครับก็ต้องใส่ใจในการที่จะการสอนในทุกๆคาบนะครับเขาก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะนำบทเรียนต่างๆที่จะให้ไปสู่นักเรียนนะครับ نبي صلى الله عليه وسلم قال والله لم أرى معلما قبله ولا ما يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم معلم عليه الصلاة والسلام. نعم لا يوجد قبل ولا بعده، هذا أعلى معلم عليه الصلاة والسلام. وأنت أنت الآن هنا في تايلاند في هذه المدرسة أنت تبثر شريعة، هو يقتدي بك ينظر إليك هل أنت تحفظ؟ إذا أنت لا تحفظ كيف تريد طالب يحفظ؟ صح أو لا؟ أي نعم. إذا أنت غير مؤدب كيف تريد هو يتأدب؟ إذا أنت لا تتكلم بكلام شرعي كيف تريد هو يتكلم كلام شرعي؟ أنت السبب. ฉะนั้นครูสอนก็คือจะต้องเป็นคนที่ว่าพร้อมในทุกๆด้านนะครับต้องการที่จะให้นักเรียนต้องจำครูก็ต้องจำก่อนแล้วต้องการที่จะให้นักเรียนได้พูดถึงบทบัญญัติต่างๆครูก็ต้องจำหรือว่าได้นำคำสอนเกี่ยวกับบทบัญญัติมาโดยที่ว่านำมาจากการ نعم في بعض الأساتذة يقول عندي طلاب كسالى وفي بعض الأساتذة يقول ما عندي طالب كسول. لماذا؟ يرجع للأستاذ. صحيح ترى واحد ينام في الفصل يقول استيقظ. نعم أنت لازم تراقب كل شيء. صحيح نعم نحن راسبون راسبون لازم ترى من نفسك التقصير. هذا كلام جميل. المدرس لازم يرجع على نفسه يقول أنا السبب. هذا كلام جميل. هذا قل أنا راسب أنا لازم أطور نفسي. نعم لازم أجتهد. هذا التقصير مني. نعم เตือนสติของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับในการสอนนะครับตามมาไหร่สวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์ครับ نعم อ่า
الأستاذ كمنه الملل من يسلم الملل إذا منه فسد. ملح. ملح مثل ملح الطعام. نعم نعم. تمام صحيح. صحيح. أي نعم. يلا غيره. أنت تعرف بعض الطلاب يتمنى أن يأتيهم الأستاذ هذا، ويتمنى أن هذا ما يأتيهم أبدا، صحيح؟ طلاب يحب أن يأتيهم فلان ولا يحب يأتيهم فلان، يحب الطلاب. يا أخي أنت شفت هذا حلاوة هكذا بكم؟ كم بيع بات؟ واحد بات. أقل شيء واحد بات. واحد بات. ممكن اثنين بواحد بات تجد. لماذا لا تأخذ معك حلاوة؟ هذا مش تقول هذا حلاوة. صعب صعب حلاوة؟ ليست صعب. صعب أن تقول ما شاء الله، أنت إن شاء الله تكون شيخ كبير أو دكتور أو طيار. ليس صعب، كلمة. إذا ما تستطيع تعطي حلاوة أعطي كلمة فقط. نعم. لذلك ครูก็ต้องใส่ใจในการพูดกับนักเรียนนะครับ หรือว่าการเตรียมพร้อมในเรื่องของรางวัลให้แก่นักเรียนโดยที่จะให้นักเรียนได้มีความตั้งใจนะครับ เพราะว่าบางคนนักเรียนเนี่ย อาจจะชอบครูคนหนึ่งแล้วก็ไม่ชอบครูคนหนึ่ง เพราะว่าอะไรครับ นักเรียนรอคอยที่จะให้ครูคนนี้มาสอน แต่ว่าไม่อยากให้ครูคนนี้มาสอนเลย والله أنا رأيت بعض المدرسين يجلس مع الأولاد حتى في الأرض يكتب يعلمهم الكتابة، يجلس معهم في الأرض يكتب لهم. نعم. ليس صعب أن الأستاذ يأخذ قلم ويوقع له ويذكر حتى لو يقول أحسنت جزاك الله خيرا، فهمت؟ هذه الطالب يفرح بها، أحسن من حلوة، أحسن من هدية عندما يكتب له، صح أو لا؟ لكن بعض الناس بخيل، حتى هذا التوقيع ما يوقع، حوذ بالله. بعد يقول فاشلين، أنت فاشل. نعم. لازم نقرأ في التربية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الصحابة قبل الإسلام، كيف كانوا جهل كفر، صحيح عبادة أصنام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم انقلب حال هؤلاء من يعني كانوا في الأسفل إلى أعلى، أصبحوا أعلى طبقة بعد الأنبياء والرسل. يا رجل عليهم الصلاة والسلام، فهمت؟ كان الصحابة قبل الإسلام يعني إيش كان، لكن عندما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا أعلى طبقة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นได้สอนให้แก่บรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งว่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นก่อนหน้ายุคอิสลามพวกเขานั้นอยู่ในความยุคอยู่ในยุคของญาฮิลียะห์แต่พวกเขากลายเป็นว่าหลังจากที่ท่านนบีได้สอนกลายเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดหลังจากบรรดาท่านนบี سؤال من هنا ممكن نعم نعم يا سلام عجيب هذا هذا ليس صحيح في إنسان مسلم يشرب خمر مسلم يشرب خمر نعم تعرف مسلم مسلم يشرب خمر نعم في يوجد أو لا نعم يلا ترجم ประเด็นคำถามนะครับที่พูดถึงในเรื่องของนักเรียนบางคนเราก็จะเห็นว่าเราคิดว่าอาจจะเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์นะครับเชคก็ได้ตอบในประเด็นนี้ก็คือ
تقول يا أخي اتق الله كيف اتق الله كيف مسلم تشرب خمر؟ يقول قدر الله هذا مكتوب قدر الله هذا شرب خمر قدر الله ماذا أصنع؟ صح؟ يقول هذا قدر الله ماذا أصنع؟ نضرب في الطريق. نعم هذا ماذا تصنع فيه؟ تضربه حتى يغمى عليه نعم ترجم فإذا أفاق من الإغماء قال لماذا تضرب؟ قل قدر الله ماذا أصنع؟ الله قدر أضربك. نعم إذا اقتنع الحمد لله ما اقتنع أضرب الثاني مرة يغمى عليه مرة ثانية رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله لا تضرب أحد لا تضرب أحد يا أخي قل لا يضرب هذا حتى تفهم هذا المثال حتى نفهم نعم ما تضرب أحد اتق الله نعم هذا بس حتى نفهم نعم معلش امشي شوي رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سارق نعم وأخذوه إلى عمر رضي الله عنه نعم فأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده فقال السارق يا أمير المؤمنين كيف تلومني على شيء كتب الله عليه كتب الله أن هذا يسرق صح هذا قدر الله نعم قال عمر ونحن قدر الله نقطع يدك الله قدر نقطع يدك ماذا نصنع ما نستطيع هذا كتب الله نقطع يدك نعم أنت لماذا تقدر الشر قدر خير أنت تقدر الخير ما تقدر الشر أنت تقدر أن الطلاب كلهم ينجحوا بإذن الله صحيح نعم هذا عملك أنت عليك أن تسعى لهداية الناس الهداية وعدم هذا بيد الله عملك أنت الدعوة الدعوة تعليم الناس إخراج الناس نعم النبي صلى الله عليه وسلم مع عم أبي طالب حتى وهو في فراش الموت فراش الموت ويقول يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها ما ترك الدعوة هذا عملك أنت يهتدي لا يهتدي هذا بيد الله عملكم أنتم تسعى بكل ما أعطاك الله من قوة إلى الموت وأنت تعمل نعم هذا مدرس إذا خرج من الحصة يسأل طالب قال لا لا غدا إن شاء الله يلا امشي ما فهمت فهمت نعم كثير مدرسين هكذا إذا خرج خلاص لا يتكلم امشي في الحصة إن شاء الله هذا ليس جيد أنت مدرس ليس فقط في الحصة ليس فقط في المدرسة في الشارع في كل مكان نعم نعم
سؤال نعم هذا معلم مسالة أو كسلان لا لا لا, لا. ما سبب سبب شيطان سبب نفسك السبب أصدقائك نعم السبب أن معلم يفكر في سيارة مرسيدس يفكر في فيلا شاليه صحيح يخت صحيح هذا يفكر معلم مسكين هذا معلم هو يعيش أين معلم في الجنة أو في الدنيا ها أين يعيش المعلم في الجنة أو في الدنيا أسأل يا شيخ تعيش أين أنت أين تعيش ها الآن أين تعيش في الجنة أو في الدنيا ها دنيا كيف تريدها جنة إذا أنت لا تفهم لازم أول شيء يفهم المعلم أن هنا هو في الدنيا ليس في الجنة لا راحة إلا في الجنة تتعب هنا ترتاح هناك نعم معلم يحب هدية من الطلاب هذا ليس معلم هدايا عمال غلول نعم نعم هدية يحب أن طالب يعطوه هدية هلا نعم لا يعرف الترجمة هذا أنا لا أريد من طالب شيء لازم أربي الطلاب أن الطالب يريد أنا أريد من الطالب العلم لا أريد منه هدية لا أريد منه شيء لو هذا يصلي يتعلم يصبح معلم كل الأجور لي هذا الذي أريد أنا نعم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا موسى عليه الصلاة والسلام سقى للمرأتين غريب هو لا يعرفه سقى لهم مجرد ما سقى مشى ما ينتظر جزاك الله خير هو ما ينظر إليهن سقى ومشى فهمت يا أخي أنت تعلم تمشي ما تنتظر ما شاء الله معلم جيد أستاذ فاضل لا نريد هذا نعم لازم تنظر في علماء السلف تنظر كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى أصدقائك هؤلاء كيف كان الأساتذة المعلمين مفهوم؟ هاي نعم لأن هذا معلم يقول لا تعيد فاشل راسي بيفصل من المدرسة نعم نعم ها لا شيء اسأل في سؤال ها شيخ خلاص نكتفي كم بقي ولا ما بقي شيء انتهى إنا لله وإنا إليه راجعون طيب كلمة نختم بها خمس دقائق ممكن خمس دقائق طيب أنتم الآن في أفضل وظيفة في العالم أفضل وظيفة أنتم تقوموا بها
وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنتم في أحسن وظيفة، أحسن من الطبيب، أحسن من المهندس، أحسن من الطيار، أحسن من الرئيس، أحسن من الوزير. نعم. إما أن تقوم بهذه الوظيفة قيام 100% أو تعال إلى الإدارة قل أنا لا أستطيع، أنا أمشي سوق الخضار، أعمل في سوق الخضار أحسن لي. نعم نعم، فهمت؟ إما أن يعمل مدرس جيد أو يأتي الإدارة قل أنا لا أستطيع، أنا أترك عمل وأذهب سوق خضار، أعمل في سوق الخضار أحسن لي. نعم. الذي ترضى لأولادك لازم أنت تصنع الآن مع طلابك، أنت ترضى أن المعلم لا يعلم أولادك أو لا يكون يعني مدرس محافظ على الوقت في الحصة ويفرغ العلم في ذهن الطلاب. إذن الذي لا ترضى على أولادك أنت لا تفعل الآن مع الطلاب، فهمت؟ أنا أعيد لك ما في مشكلة. أنت تحب كيف يكون المعلم مع أولادك؟ معلم جيد صح؟ إذن لابد أنت تكون جيد مع الطلاب. نعم. فأساليب لابد الإدارة، إدارة المدرسة تكتب الآن هذا الاجتماع، لا نريد نمشي هكذا، لا نريد نكتب ماذا استفدنا اليوم من هذا الاجتماع. هذا واجب، فهمت؟ تكتب والإدارة تكتب ماذا استفدنا من هذا الاجتماع، ماذا ينبغي على المدرس، الأهداف التي لابد من تحقيقها، آداب التي يتحلى بها المعلم، كيف نعالج الفشل الموجود عند بعض الطلاب في هذه المدرسة. لازم هذا كله يكتب يحرر اليوم، ما نمشي أو يكتبوا إلى غدا، أنا أريد أشوف بالتايلندي، ما في مشكلة يكتب. نعم نعم، حتى نستفيد. ما هي الوسائل التي لابد أن نعمل عليها لتثقيف الطلاب وتعليم الطلاب اللغة العربية؟ أخذنا. نعم. أمس سألنا طالب أركان الإسلام ما عرفها. إذن عندنا مشكلة، عندنا مشكلة، نحن السبب. نعم. الحل بسيط جدا، لوحة مسابقة تصنع في المدرسة من يحفظ أركان الإسلام، عيب ليس مشكلة وحل. تمام. تكتبوا أو لا؟ ها تكتبوا؟ متى تعطوني الأوراق؟ نعم متى؟
غدا تحقيقا كل واحد يكتب. أنا ليس لي علاقة، يوجد ورقة لا يوجد ورقة، أنا ليس لي علاقة، أنا أريد أخذ أوراق منكم متى؟ غدا؟ أنت مسؤول؟ كلنا مسؤول. لا لا لا، إذا غدا الذي لا يعطينا ورقة يعطينا ألف بعد ولا بش؟ عبد الباري هو المسؤول أول. أنا لا أعرف. لا هنا بعد خلي عبد الباري وفائز يلخص هذا اليوم. لا ما يلخص، لا كل واحد أريد يكتب، ممكن تجتمعوا وتكتبوا أنا ما في عندي مشكلة، لكن كل واحد أريد يكتب لي ما هي الأهداف التي ينبغي للمعلم تحقيقها، كيف ندرس لغة عربية، كيف نعالج مشاكل الطلاب كذا، اكتبوا لي هذا يا أخي، إيش ليس صعب، خلاص إلى غدا إن شاء الله. باللغة التايلاندية، باللغة الإنجليزية، باللغة العربية، ما في مشكلة. أنتم تكتبون ثم أرسل إلى أخ فائز، أخ فائز يوصل إلى الشيخ. لا لا، هم يكتبوا في ورقة ويصور ويرسل واتساب. كيف؟ لا لا أريد واتساب أنا، أكتب في ورقة، أكتب في ورقة، صور الورقة هكذا، أكتب في ورقة أكتب اسمك فوق الورقة، لأن ممكن أنت تكتب وهذا يأخذ منك ويرسل لك كوبي. لا أكتب ورقة وأكتب اسمك في الورقة، صور أرسل للشيخ فائز أو الشيخ عبد الباري هو يرسل لي. واجبات؟ نعم هذا واجب المعلم. عندنا هذا قلم كل شوية أخذه، خلاص يعطيني قلم وخلاص. عندنا لاين ليس واتساب، فلاين ما في مشكلة، كلنا تكتب في لاين، ارسل إلى أخ فائز إيوة إلى أخ عبد الباري، يرسل إلى شيء في ورقة، يصور يرسل في لاين. قولي شيخ في الورقة، لازم في ورقة. تمام والله أخواننا، يعني لازم نتعاون، لازم نجتهد، نجاح المدرسة هذه نجاح لكم، الكفار ينظر إليكم، والله كفار ينظر إليكم، هل هذا أهل الإسلام؟ كيف نجاحهم؟ عندهم نجاح أو لا؟ فهمت أو لا؟ ينظر إليكم، لو عندكم نجاح ممكن أبناء الكفار يأتوا إليكم يدرسوا عندكم، صحيح والله موجود عندنا الآن أعرف، لكن لا نحن نريد أكثر. نعم قول إيش؟ عن جزاك الله خير، بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير، هذا قلم. بارك الله فيك. جزاك الله خير.